طيب ازاي اخد فيزا البحث العام؟ طيب فيزا البحث العمل دي بقى لمين؟ فيزا البحث العمل دي برضو ألمانيا هنا محتاجين عمالة معينة، تمام؟ محتاجين ناس معينة، محتاجين دكاترة، محتاجين صيادلة، محتاجين مهندسين، محتاجين ناس بتوع IT، تمام؟ أي حد من الناس دول ممكن بإنه يقدم في السفارة، يروح على السفارة بقى دايركت، مش هيروح بقى يقدم على دراسة ولا يروح يدور على شغل ولا يروح يعمل أي حاجة. كله هيعمله يروح للسفارة يقول لهم أنا عايز أقدم على فيزا بحث عمل. طبعا هيديله لستة، لازم هيحضر ورق كتير جدا، والورق ده المفروض إن هو يبقى معاه فلوس كافية تكفيه 6 شهور للمعيشة. 6 شهور المعيشة ده يعني بيتكلم في 4000 يورو تقريبا، تمام؟ لو حد عنده 4000 يورو وعايز فيزا البحث العمل ان شاء الله، وعنده يعني طبعا الكواليفيكيشن اللي قلت لكم عليها، ام اي تي، دكتور، مهندس، صيدلي، ان شاء الله يعني بتجيله الفيزا دي 6 شهور وبيسافر المانيا دايركت بيدور على شغل. في واحد صاحبي شخصيا عمل الحوار ده، هو طبيب يعني، والحوار مشي معاه ونجح يعني. جه اول شهرين طبعا ما لقاش اي حاجه، بس طبعا في شرط كنت هنساه، ده مهم جدا الشرط ده، الالماني تقريبا، الالماني بتاعك ما ينفعش يبقى اقل من B2. لو الماني اقل من B2 دي هتبقى مشكله، عشان هم هيقولوا يعني انت جاي هنا ما بتعرفش تتكلم المانيا تشتغل ازاي يعني في المانيا. ما عدا الاي تي، الاي تي ليهم قصه ثانيه، تقريبا بيقدموا على طول في شركات بالانجليزي وبيتقبلوا. بس عامه للسفر محتاج بحث عن عمل، محتاج فيزا اللي هي بحث عن عمل وكواليفيكيشنز معينه، دكتور، مهندس، صيدلي، او حتى اي تي، بس لازم يبقى معاك B2. تمام كده، لو معاك الحاجات دي ان شاء الله تقدم على فيزا بحث العمل وتيجي تدور على شغل. ناس كتير جدا اعرفهم، 3 دكاترة يعني مش مش كتير، 3 دكاترة اعرفهم عملوا كده ولقوا شغل هنا في المانيا، فاكيد انت كمان ينفع تلاقي شغل هنا بفيزا البحث العمل دي. وبالتوفيق ان شاء الله، اشوفكم ان شاء الله السؤال الجاي في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ده متنساش تديله لايك. يلا، السلام عليكم.